انطلاقة شوط الختام، شوطنا السادس والعشرون للإبكار، اللقاية المهجنات الأصايل. حضرت هذه الأسماء وحضرت هذه الشعارات باحثين عن الفوز وباحثين عن الناموس. أبدأ مع المركز الأول، جلمود مع القيادة ثامر بن سيف بن ثامر. المرر من يتقدم، المرر من يتصدر. المركز الثاني الحضور من وسام منصور بن سيف بن عفصان الخيلي يتقدم مع المركز الثاني ليقدم لنا وسام. المركز الثالث احضرت في هذه اللحظات ووصلت بهذا الحضور الممتاز، بهذا الحضور الكبير. هنا اتابع من تتقدم في هذه اللحظات، غنوة القادمة بشعار محمد بن أحمد بن جوعان الظاهري يقدم لنا شعار، بينما المركز الرابع في هذه اللحظات هيام القادمة هيام الحاضرة بشعار محمد بن سعيد بن محمد الرميثي، بينما المركز الخامس احضرت سيوف لسعيد بن مبارك المنصوري. والمركز السادس احضرت في هذه اللحظات اعتبار مبارك بن محمد، من يتقدم شعار بن يزرب العامري مع انطلاقته وحضور شعاره. ايضا الحاضرة في هذه اللحظات، هنا القدوم روح يا روح، القادم هنا منصور بن ناصر بن علي بن سرود الخيلي. اول نداء لروحه، اول حضور لروحه مع هذا التجمع، مع هذا الحضور. ايضا القادمة ايضا الحاضرة، من احضرت من وصلت في هذه اللحظات، الوسمية قادمة ليتقدم ناصر بن سعيد بن ناصر الزرعي مقدما لنا شعاره، وكذلك الحضور من بحور مفتاح بن مطر بن علي بن مفتاح الشامسي يقدم لنا بحور، بينما القادمة والحاضر الغزيل يقدم الغزيل محمد بن عبد الله بن سبعين المحرمي، من يتواجد في هذه اللحظات. بن سبعين وصل، بن سبعين حضر مع هذا الحضور. ايضا حظ القادم هنا حمد بن سهيل بن خميس الشامسي قادم من اجل الفوز، قادم من اجل الناموس. ولكن نعود الى سيوف مع المقدمة، سيوف مع الصدارة، سعيد بن مبارك المنصوري مع المركز الاول، المنصوري مع الصدارة، المنصوري مع التحدي. بن سبعين المحرمي خطير، بدأ في الوصول. ايضا نوف محمد بن سعد بن محمد المري وصل في هذه اللحظات ليقدم لنا شعاره، ولكن وين بن سبعين المحرمي يتقدم في هذه اللحظات ليقدم لنا الغزيل الكيلو الاخير، الكيلو الخطير، الكيلو المثير. يا محمد يا بن عبد الله يا بن سبعين يا المحرمي يا المحرمي، وصل المري ووصل في هذه اللحظات المنصوري، واحضرت جود عبيد بن حمد بن حفصان المنصوري وحضر شعار النيادي، ولكن بن سبعين
سبعين بن سبعين بالإنجازات بن سبعين بالبطولات يتقدم ويحضر كحضور الأبطال كحضوره المعتاد. محمد يا محمد محمد يا محمد روح روح يا بن سبعين روح. محمد بن عبد الله بن سبعين المحرمي المحرمي راعي معزة راعي معزة راعي معزة يقدم لنا في هذه اللحظات الغزيل بن سبعين وإنجازاته بن سبعين وبطولاته يتقدم في هذه اللحظات. روح يا سعيد يا العمري يا العمري سلام يا بن سبعين سلام يا بن سبعين. محمد بن عبد الله بن سبعين المحرمي سلام يا المحرمي سلام يا المحرمي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصلت مشاهدينا الكرام نوار عبد الله بن محمد بن حميد الجنيبي. والمركز الثالث كان حضور وتواجد ايضا من نوف محمد بن سعد بن محمد المري. والمركز الرابع مشاهدينا ومتابعينا الكرام كان حضور وتواجد ايضا من فهد سعادة حميد بن سعيد النيادي. والمركز الخامس كانت هقوة لسلطان بن حمد بن عبيد بن حضير ملك تبي. هذه لحظات الإعادة ولحظات وصول الغزيل بشعار محمد بن عبد الله بن سبعين المحرمي. التوقيت مشاهدينا ومتابعينا الكرام الافضل وبن سبعين ما في حيله. 7 دقائق 16 ثانية جزء واحد من الثانية راعي معزة والتوقيت الافضل مع الغزيل. المركز الثاني 7 دقائق 19 ثانية جزئين من الثانية كان حضور نوار عبد الله بن محمد بن حميد الجنيبي. المركز الثالث كان حضور وتواجد نوف محمد بن سعد بن محمد المري. من قدم لنا شعاره 7 دقائق 20 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا وألف مبروك على هذا الفوز والانتصار وتهانينا لجميع الأخوان الفائزين في صباح هذا اليوم.